ازيكم؟ ده اكتر فيديو تقريبا انا مش فاهم فيه حاجه خالص، وهنحاول ان احنا نفهم مع بعض بقى في خلال الفيديو ده انا افهم وافهمكم الحكايه. وما فيها ان انا من زمان قوي وانا بخزن الملفات بتاعتي اللي هي عباره عن فيديوهات وصور ومزيكا وان كان ايه الميديا اللي انا بخزنها دي، بخزنها على وحده تخزين فيزيكال زي الهارد ديسك او الاس اس دي. دول بيبقوا موجودين عندي، الهاردات موجوده على جنب كده، وكل ما احتاج ان انا ارجع لفايل منهم بروح واخد الهارد ده وادور فيه، ما طلعش هو الهارد ده بروح فصله وموصل هارد تاني علشان ادور على الفايل اللي انا عايزه. وطبعا مع مرور السنين او الوقت او عدد الفيديوهات او الميديا اللي انا بخزنها على وحدات التخزين دي بيبقى الموضوع مرهق جدا ان انا ادور على فايل بعينه وارجع له. ظهر بعد كده الكلاود، وان انا اقدر اخزن الملفات بتاعتي على جوجل درايف مثلا او على اي كلاود او ان كان ايه وحده التخزين السحابيه زي ما بيسموها اللي اخزن عليها الميديا بتاعتي دي، ولكن لقيتها مكلفه. بعيدا عن التكلفه دي ما كانتش مشكله، ممكن ادفع الفلوس دي علشان اخزن الملفات بتاعتي، ولكن مشكلتي الحقيقيه كانت في ان انا اعمل ابلود الفايلات الكبيره دي على الكلاود، وبعد كده لما عاوزها احتاج ان انا اعمل لها داونلود مره ثانيه، فبرضه الموضوع مرهق جدا. ايوه يعني انت عايز ايه يعني؟ جاي لك في الكلام. هقول لك، انا قاعد في حالي كده لقيت شركه اسمها سينولوجي بيبعتوا لي بيسالوني ازيك يا ابو حميد عامل ايه؟ انت بتسيف الفايلات بتاعتك ازاي؟ الصراحه هم حسوني ان انا يعني قديم جدا، انت ازاي يعني يوتيوبر وعندك تشانل وبتصور فيديوهات بهاي كواليتي والكلام ده وما تعرفش عن حاجه اسمها ناس، او ده اختصار لنتورك اتاتشد ستورج، يعني عباره عن وحده تخزين مرتبطه بالنتورك ولكن مش الانترنت الطبيعي، ده النتورك الداخليه اللي موجوده عندك في البيت او في الاستوديو. وبناء على هذا الكونفرسيشن اللطيف لقيتهم بيقولوا لي احنا هنبعت لك وحده تخزين ناس من سينولوجي تقدر ان انت تستخدمها علشان تخزن الملفات بتاعتك، وفي نفس الوقت تبقى انت قادر ان انت تحتفظ بالملفات دي وانت مطمن ان لو حاجه اتمسحت تقدر ان انت تلاقي منها باك اب، وفي نفس الوقت مش هتعدي بالمشكله بتاعت ان انت تدور في كذا هارد كل حاجه متوصله ببعض في جهاز واحد. ودي القصه اللي ما وراء الفيديو ده. دلوقتي الباكج دي لسه واصله لي، انا هجرب ان انا اعمل لها انبوكسنج معاكم وبقول لكم انا مش فاهم حاجه ومحتاج اعرف بقى اليوزر اكسبيرينس هتبقى عامله ازاي لحد ما استخدمش السيستم ده قبل كده. ادي الجهاز اللي هم بعتوه، اسمه DS920+ ديسك ستيشن، بيجي في العلبه اللي انتم شايفينها دي. انا كنت فاكر ان الجهاز هيكون حجمه اكبر من كده، 4 كور سي بي يو اكسباندبل ستورج اند رام، في فتحتين لان وبيسبورت ان انت تحط فيه 2 اس اس دي، هاردين اعتقد ان كل هارد فيهم 4 تيرا. العلبه دي فيها الباور كورد اللي هستخدمه علشان اوصل الجهاز ده بالكهرباء، في وصلتين لان، الادابتر، مفتاحين صغيرين، اعتقد المفتاحين دول علشان تثبت الهاردات في مكانها، انا ما اعرفش انا بفتي ولا لا، ولكن في بقيه الفيديو هتعرفوا. كيس فيه مسامير، اعتقد ان المسامير دي حاطينها علشان لو هثبت هاردات اصغر شويه زي اللي هي الاس اس دي. واخيرا عندنا الجهاز نفسه. اوكي ده شكل الجهاز اهو، مكتوب عليه من الجنب سينولوجي، من الجنب التاني برضو واضح ان هو في مكان لاربع هاردات، في عندك مروحتين هنا، واضح ان الجهاز ده بيحتاج تبريد. بعد كده هنحتاج بقى ان احنا نحط الهاردات بتاعتنا. طيب احنا واضح ان احنا بنشد الجزء ده لبره فبيطلع عندي المكان اللي بيركب فيه الهارد، وبتطلع الهارد بتاعك بالشكل ده. اوكي واضح ان ده هيتحط كده. في عندك هنا جزئين كده في الجنب بتشيلهم علشان تدخل الهارد بتاعك، وبعد كده بترجعهم تاني بعد ما الهارد بيتحط في مكانه. في حاجه حضرتك، اه معلش العيب مني، انا كنت مركبه من شالب كده، المفروض ان هو ركب في المكان بتاعه، بعد كده برجع ادخله في المكان بتاعه ده تاني، اول ما بيوصل بيبقى فيه كليك كده ان هو اتوصل. دي اسرع بقى، المره دي اسرع كتير بقى، حط الهارد التاني وبس كده. طيب في حاجه مؤرقاني جدا وهو المفاتيح دي، لان انا لقيت هنا مكان بتاع لوك فعلا، اه هنا المفتاح ده اقدر ان انا بعد ما احط الهاردات بتاعتي مكانها ان انا اقفلها كده علشان ابقى متاكد ان مفيش حد هيشيل الهاردات دي من مكانها وهو شغال. دول كده المقفولين مش بيتشدوا، ولكن التو سايدز التانيين بيتفكوا عادي. الخطوه اللي بعد كده هو ان انا اوصل الجهاز ده بالراوتر واوصله بالكهرباء، وبعد كده اكمل الانستليشن بتاعه من على اللابتوب. طيب انا كده وصلت جهاز الناس بره بالراوتر، وبعدين خدت بالي من حاجه، الواحد بيبقى عايز يدلعك ويعمل لكم هير لايت وكده ونسيت اشغله، فهنكمل بقيه الفيديو بقى بالهير لايت اللي انا نسيت اشغله في اول الفيديو ده. المفروض ان لازم اللابتوب اللي احنا بنعمل من عليه السيت اب للجهاز يكون على نفس النتورك اللي متوصل بيها الجهاز بره. طيب خلينا نخش، هو المفروض ان انا بكتب فايند دوت سينولوجي دوت كوم، المفروض ان انا لما بكتب الويب سايت اللي هو find.synology.com ده بيبتدي هو يسيرش على الديفايس اللي موجود على نفس النتورك. طيب كده هو لقاها لوحده اهو،
وان هو نوت انستولد لسه ما تعملوش انستليشن. فانا هعمل كونكت ماشي اجري كونتينيو. طيب ده السيت اب بتاعه. هو سو فار الموضوع سهل يعني انا هعمل سيت اب دلوقتي هيعمل انستليشن لوحده لاخر اصدار. فانا هعمل انستول دلوقتي بينبهك ان انت الديسكات 1 و2 اللي انا وصلتهم دول اي حاجه عليهم هتتمسح. اي اندرستاند اوكي. طيب بعد كده هيبتدي يعمل الانستولينج بتاع الديسك ستيشن مانجر ده. يا جماعه في مشروب تقريبا انا واتنين في مصر اللي بنشربه من شركه اسمها العطار اسمه كمون وليمون. لو انت بتحب حمص الشام المشروب ده رائع. طيب الداونلود بتاع الدي اس ام ده نزل خلاص. هنا بقى بيقول لك ستارت فمثلا هنسميه اي كي ستوديو. طيب بعد كده هنعمل نيكست. انا كده اخترت الاسم والباسورد. احنا كده دخلنا على الاوبريتنج سيستم اللي هو الدي اس ام. هنا المفروض ان انا اعمل بقى الفوليومز بتاعتي وابتدي اقسمها وكده. عندي هنا على الجنب السي بي يو الاستخدام بتاعه قد ايه والرام استخدامه قد ايه. هعمل كرييت نيو ماشي ستارت. طيب هنا النوع بتاع الستورج اللي انا المفروض ان انا اعمله. في عندك اس اتش ار ريد 1 بيزك جي بود وريد 0. طيب كل ما بتختار نوع ستورج بيقول لك ايه الخصائص بتاعتها. فانا اقراهم بسرعه كده. طيب انا عديت عليهم سريعا كده. هو مكتوب هنا في الجنب ان انا الجهاز بتاعي مش بيدعم الريد 5 او الريد 6 او الريد 10. في مينيمم ريكويرمنتس يعني وعدد هاردات معين علشان اقدر ان انا استخدم الانظمه دي. ولكن دي الانظمه المتاحه عندي. اول واحد فيهم ده من سينولوجي اصلا. هنا كاتبين ان ده الريد تايب فور بيجنرز للناس المبتدئين. ولكن انا هختار الريد 1. الريد 1 ده اقدر ان انا استخدمه مع الهاردات بتاعتي. انا حاطط هاردين كل واحد فيهم 4 تيرا بايت. اللي بيحصل في الريد 1 ان هو بيعمل ميرورنج ما بين الهاردين دول. يعني هارد واحد بس اللي انا هستخدمه والتاني هيستخدم ان هو يبقى باك اب للاولاني. فلو واحد فيهم جرى له حاجه التاني يفضل موجود عليه الفايلات بتاعتي من غير اي مشكله. دوس نكست. اختار الدرايفرات بتاعتي هنا. طيب هنا يعمل درايف تشيك. طيب في هنا بقى الفايل سيستم بتاعي. في عندي بي تي ار اف اس في الاي اكس تي 4. احنا نمشي على اللي مكتوب عليه ريكومندد. فاحنا هندوس نكست كونفرميشن. ادوس ابلاي. هنا برضو بينبهني ان الحاجات اللي على الهاردات هتمسح. الهاردات جديده فكده كده مش هيفرق معايا. دوس اوكي. ناخد بق كمون وليمون بيخليك تعمل كده. طيب هو كده خلص. خلاص كده الهاردين بقوا موجودين. الهارد الديفايس اسمه اي كي ستوديو زي ما احنا عملناه. وبعد كده الاثنين مستخدمين على النظام بتاع ريد 1 اللي احنا قلناه. فكده هيبقى عندي الهاردين دول بيستخدموا كمرايه لبعض ان هم بيخزنوا الفايلات. بقيه الفيديو ده بقى انا هجرب شويه الحاجات دي في اليومين الجايين وارجع بقى اقول لكم على اهم الفيتشرز او الحاجات اللي كانت فعلا فادتني في ان الجهاز ده يبقى جزء من الاستوديو عندي. طيب الخلاصه انا بستخدم الجهاز ده الفتره اللي فاتت وبقى جزء من الاستوديو ما كانش موجود قبل كده. والفكره اللي انا كنت واخدها عن فايده الجهاز ده اتغيرت طول ما انا بستخدمه. الفكره الاوليه اللي انا حطيتها للجهاز هو ان هو باك اب يقدر يحافظ لي على الملفات بتاعتي ويعمل منها باك اب ويحافظ عليها. ودي الفكره الاساسيه وده فعلا الجهاز ده بيعمله. ولكن هو في فيتشرز وفي مزايا اكتر بكتير انا حتى ما كنتش معتمد عليها في الشغل بتاعي قبل كده لان انا ما كنتش اعرف انها موجوده ولقيتها موجوده في الجهاز ده. بعيدا عن الجزء بتاع الباك اب والامان بتاع الملفات والكلام ده، فكره ان انت ليك اكسس على الملفات بتاعتك في اي وقت، مش محتاج ان انا اجيب هارد اوصله واطلع الملفات بتاعته وبعد ما اخلص اشيله تاني من الكمبيوتر من غير سلوك ومن غير اي حاجه اقدر ان انا اوصل للملفات بتاعتي بسهوله جدا. فكره ان انا عملت اكستنشن للستورج بتاع الاجهزه اللي موجوده في الاستوديو كله، سواء كان موبايل سواء كان لابتوب سواء كان تلفزيون حتى اقدر ان انا اعرض عليه افلام او حاجات كده من غير ما اوصل بيه اي حاجه. الفكره دي عظيمه جدا. فكره ان انا لو كذا حد شغال معايا في الاستوديو مش محتاج ان انا اديله الملف اللي هيشتغل عليه على هارد او على ميموري او على فلاشه، مش محتاج ان انا اعمل الكلام ده. هو بمجرد ما يخش على السيرفر يقدر ان هو ياخد الفايل اللي انا حاطته له بمنتهى السهوله. في فيتشر حلو جدا اسمه كويك اكسس وده معناه ان انا اقدر اوصل لاي حاجه موجوده على السيرفر من اي مكان بمجرد ان انا اخش بالاي دي بتاعي اقدر ان انا اوصل للملفات الموجوده على السيرفر دي في اي وقت. كمان من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا وانا شايف ان الفيتشرز دي عبقريه فكره ان انت عندك تطبيقات موجوده على السيرفر نفسه للفوتوز او للفيديوز. وده معناه ايه بقى باختصار كده؟ انا لو عندي الموبايل بتاعي اتملى وبقت الصور والفيديوهات عليه كتير جدا، فالطبيعي اللي انا بعمله ان انا بشتري ستورج مثلا عند جوجل او بشتري ستورج عند ابل عن طريق الاي كلاود وابتدي ادفع فلوس علشان اخزن البيانات بتاعتي دي على الكلاود. الموضوع ده لذيذ جدا ولكن في عيبين، ان انا بدفع فلوس والحاجه الثانيه ان الملفات بتاعتي دي موجوده اونلاين بشكل ما. طبعا محدش بيقدر يوصل لها مع ان حصل قبل كده ليكس وصور المشاهير والحاجات دي اتسربت، ولكن هي موجوده على
على الكلاود، لو حصل تسريب للبيانات او اي حاجه اي حد هيقدر يوصل لها. فالجهاز ده من سينولوجي عمل ايه؟ عمل لي ابلكيشن اسمه فوتوز واسمه فيديوز. دلوقتي ان انا اقدر اعمل ابلود للحاجه اللي موجوده عندي على الموبايل، مش على الكلاود بقى، على الجهاز نفسه. يعني بدل ما انا هاخد الملفات بتاعتي دي اشيلها في حته تانية والحته التانيه دي تبقى على النت، لا انا هشيلها في حته تانية دي والحته التانيه دي بتاعتي برضو اللي هو السيرفر نفسه. واللي عجبني جدا ان الابلكيشن فيه كل المزايا اللي انت محتاجها، تقدر ان انت تقسم الصور بتاعتك حسب التاريخ او المكان، او ان هو كمان بيتعرف على الوشوش ويجمع الوشوش اللي شبه بعض في فولدر لوحده، وكل ده في مكان واحد اقدر ان انا اوصل له عن طريق الابلكيشنز الموجوده للموبايل، بتنزلها من سينولوجي برضو. وطبعا هنا مفيش استخدام للداتا، انت الكلام ده كله بيتم في لوكال نتورك، فبيكون اسرع من الانترنت اللي انت بتستخدمه لو انت على اي كلاود مثلا او على جوجل او حاجه زي كده، وفي نفس الوقت ما بتستخدمش داتا، هو موجود اصلا عندك، فمجرد ان هو بينقله لك عن طريق الواي فاي بس. فطبعا كل المزايا دي بتخلي من الجهاز ده حاجه مهمه جدا لو انت شغلك بيعتمد عليه. وركز معايا في الجزء ده، لان انا مش شايف ان الجهاز ده ينفع لكل الناس، ده حد لازم يكون شغله معتمد على داتا كتير، وشغله معتمد على ان في كذا واحد محتاج ان هو ياكسس الملفات دي في نفس الوقت. فلو انت مش من الناس دي الجهاز ده مش هيبقى مناسب بالنسبه لك، ومجرد ان انت تشترك في مساحة مش كبيرة 100 جيجا مثلا ولا حاجة على اي كلاود هتكون كفاية بالنسبة لي. فتجربتي استخدامي للجهاز ده مش كفاية، انا محتاج اجيب له هاردات اكتر بمساحة اكبر. والاهم من المساحة بالنسبة لي، وده اللي فعلا ناوي ان انا اعمله الفترة الجاية، هو ان انا استخدم الاماكن بتاعت الاس اس دي اللي موجودة في الجهاز علشان اسرع عملية نقل البيانات، لان نقل البيانات برضو بيتم بطريقة ابطأ من اللي بتحصل على الهاردات اللي انت بتستخدمها. او انا في حالتي انا كنت بخزن الملفات بتاعتي على SSD، فالSSD بيبقى سرعة النقل بتاعته اسرع من اللي بتحصل معايا في استخدام السيرفر ده. وكمان لو انت قدرت ان انت تشتري موديل فيه 10 جيجا بت ايثرنت هيسرع لك نقل البيانات، لان الموجود هنا ال1 جيجا بت بس. فكره انك تاخد 10 اضعاف السرعه اللي انا بنقل بيها دلوقتي دي ممتازه لو انا قدرت ان انا اشتريها في الجهاز نفسه من الاول. اللي عايز اقوله انها تجربه مختلفه، يعني لو انت ما استخدمتش الموضوع ده قبل كده ممكن تبقى مش حاسس ان انت محتاجه، ولكن بالنسبه لي وانس ان انا جربت المزايا دي او شفت سهوله الاستخدام بتاعتها او انها ازاي هتوفر وقت ومجهود وفلوس على المدى البعيد، حاسس ان انا لازم اعتمد على الموضوع ده في شغلي بعد كده. هسيب لكم لينك تحت في الديسكربشن لو عايزين تشوفوا بقيه الموديلات بقى، سواء كانت اعلى في الفئه او اقل، وكمان الاماكن اللي انتوا تقدروا تشتروا منها الجهاز ده. وكالعاده لو انت بتتفرج على الفيديو ده على يوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب، لو بتتفرج عليه على فيسبوك يا ريت تعمل لي فولو عشان توصلك الفيديوز الجديده. استنوني فيديوهات تانية.